السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشرفوني في القناة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك. النهاردة كده الفيديو عن الرز بالخلطة بطريقة سهلة وبسيطة قوي كده في البيت، ومكوناته موجودة يعني في كل بيت وسهلة قوي. هو كده وصفة حلوة قوي وبسيطة جدا، تنفع قوي للعزومات، تنفع في شهر رمضان طبعا، وتنفع في العزومة كده تشرفنا يعني. وصفة سهلة وبسيطة، وكمان ما بتاخدش مننا اي مجهود، وطالع حلو قوي ومظبوط جدا معايا اهو. شكله حلو قوي يا جماعة، وطعمه وريحته تحفة. في شوية تركات كده هنقولها مع بعض كده في الفيديو علشان يطلع ناجح ومظبوط معاكو كده. ده شكله اهو بعد ما انا خلصته. لو حابين تعرفوا عملنا فيه ايه، يلا بينا نشوف بقى عملنا ازاي. انا كده هعمل الرز على 3 خطوات. اول خطوة معايا وهي المية. انا محتاجة الاول معلقتين من السكر لكل كوباية رز، معلقة من السكر، وعندي بهارات صحيحة قرنفل وحبهان ورق لورا وعيدان خشب ومكعب مرقة اللي هي مرقة ماجي اللي بنشتريها. وادي المية برضو لكل كوباية رز، كوبايتين من المية او كوباية ونص على حسب نوع الرز اللي انتوا جايبينه. انا هنا عندي نوع الرز محتاج كوبايتين من المية، كل كوباية رز عليها كوبايتين من المية. هجيب كده الحلة بقى وهحطها على النار. اول ما تبدأ تسخن كده معايا انا هنزل بمعلقتين السكر، ما حطيتش زيت ولا اي حاجة خالص، انا هحط السكر مباشر كده. محتاجة ان السكر يكرمل معايا. اول ما بيبدأ كده لونه يغير من الجناب كده ويبدأ بس كده يكرمل معايا، هستنى بقى، مش هقلبه خالص ولا هحط ايدي فيه، انا هستنى لما يكرمل معايا كويس. بهز الحلة كده بس علشان السكر كله يبدأ يكرمل معايا. محتاجة لونه بقى يديني اللون الذهبي كده الغامق شوية ده. لو انتوا عايزين الرز يبقى لونه غامق بنحرق السكر كده شوية عن كده، لو محتاجين لونه كده يبقى فاتح شوية حلو قوي اللون ده. وبعد كده بنزل عليها بقى بالمية. ما تقلقوش يا جماعة ان السكر اتكتل كده تحت، هو اول ما المية تبدأ بس كده تسخن فيه هيبدأ السكر كله يدوب في المية وهيرجع كده، مفيش اي حاجة خالص متكتلة ولا ماسكة يعني متماسكة في بعضها. هجيب بقى كده كل البهارات الصحيحة اللي عندي وانزل على المية بيها. طبعا دي بتنكه الرز وبتديه له ريحة وطعم حلو قوي، القرفة الخشب ومكعب المرقة ده بيديها طعم حلو. ممكن نستبدل المية بالشوربة، لو استبدلناها بالشوربة مش هنحتاج بقى مكعب المرقة اللي احنا حطيناه، بس انا هنا حاطة مية فعلشان كده حطيت مكعب مرقة. هستنى لما الخليط ده كله يبدأ يفور كده ويغلي معايا، يوصل درجة الغليان يعني. اول ما بيغلى معايا خلاص هو كده جاهز، وبركنه على جنب وندخل بقى على الخطوة اللي وراها. عندي هنا كده كوبايتين من الرز البسمتي، النوع اللي هو العادي يعني. طبعا الكمية يا جماعة على حسب الافراد اللي هتاكل، فلو انتوا حابين تزودوا عن كده انا مستخدمة كوبايتين من الرز. عندي بصلاية متوسطة كده مبشورة ناعم، والزبيب حوالي نص كوباية صغيرة من الزبيب ده برضو اختياري. وعندي البهارات عبارة عن ملح وفلفل اسود ومعلقة صغيرة من القرفة المطحونة. هجيب كده الحلة على النار، هحط فيها حوالي معلقتين من الزيت ومعلقة من السمنة، وهستنى كده لما ادوب السمنة فيها. خلاص اول ما بتدوب بنزل بالبصلاية المبشورة. انا مش عايزة الونها يعني، انا عايزاها بس تدبل كده معايا. هسيبها كده على النار اول ما بحس ان هي دبلت معايا كده. طبعا البصلاية دي بتدي الرز طعم حلو قوي يا جماعة. بحط عليها نص معلقة القرفة المطحونة بس، تبدأ كده تاخد لون البصلاية، وكمان القرفة تتحمص كده وتطلع ريحتها يعني مع الزيت والسمنة.
وبعدين بنزل بالرز. الرز يا جماعة انا ما نقعتوش، انا كل اللي عملته اني غسلته قبل ما احطه على الرز على طول. سوري يا جماعة، قبل ما احطه على البصلة غسلته بس ما نقعتوش علشان ما يتكسرش ولا يتعجن معايا. وهعمل خطوة بقى دلوقتي مهمة قوي، ان انا بعد ما بحط عليها البهارات بشوح الرز مع البصلاية شوية علشان يطلع كده مفلفل وحلو، والرزاية كده برزايتها يعني. وبعدين هحط عليها المية اللي عملناها مع بعض في الخطوة الأولى، وهقفل عليها واسيب الكلام ده كله بقى يغلي كده ويستوي كويس. بفتح عليه وبص كده، لو المية نشفت بوطي عليه. انا فتحت اهو، لسه فيها شوية من المية، فبستنى شوية هقفل عليها واسيبها برضو النار عالية عليها. ادي المية اهي بدأت تنشف خالص معايا. هجيب بقى الزبيب، الزبيب غسلته بس ما نقعتوش برضو، وهحطه على وش الرز علشان ياخد شوية كده من السوا. ممكن برضو نحمره مع المكسرات، بس انا حابة احطه على الرز، وهوطي النار خالص واسيبه يستوي براحته. بالنسبة بقى للمكسرات اللي عندي، انا عندي كاجو ولوز وبندق، وعندي سوداني. لو انتوا حابين تستغنوا عن اي نوع من المكسرات دي او تحطوا اي حاجة تانية، ده على حسب الرغبة يعني، وعلى حسب طبعا المتوفر او المتاح عندكم. هجيب طاسة على النار وهحط فيها معلقة من السمنة، ما بستخدمش الزبدة علشان الزبدة لو النار زادت عليها بتتحرق وهتدي طعم مش حلو، فبحط انا سمنة بتستحمل شوية معايا. هحمر فيها المكسرات، بديها بس كده لون يعني، ما بسيبهاش تغمق قوي علشان ما تمررش معايا. اول ما بتبدأ كده بس تديني اللون الذهبي الحلو ده، ببدأ اشيلها من على النار وخلاص هي كده جاهزة عندي. بعد كده بقى بجهز الكبدة اللي عندي. ممكن نستخدم في الرز اللي بالخلطة كبد وقوانص بتاعه الفراخ او الطيور، بس انا هنا مستخدمه كبده عجالي، عندي حوالي ربع كيلو مقطعها كده يعني، هي مش قطعه منتظمه قوي بس على قد ما بقدر بخليها رفيعه علشان تبقى سريعه معايا في السوا. بجيب كده معلقه من الزيت على طاسه سخنه، لازم يا جماعه الزيت يسخن خالص والطاسه تبقى سخنه قوي قبل ما ننزل بالكبده عليها. وبعد كده بننزل الكبده، اول ما بتنزل كده بتبدأ تاخد لون على طول. انا مش عايزة اسويها قوي علشان ما تمطش كده وتبقى ناشفة كده وطعمها مش كويس. ببدأ بس الونها كده معايا تغير لونها، وبرش عليها شوية من الملح والفلفل الاسود والقرفة المطحونة، نفس بهارات الرز بالظبط. وبديها بس تقليبة كده، اول ما بحس ان هي استوت من جوة بقفل عليها على طول، ما بستناش كده لما تنشف علشان ما يبقاش طعمها يعني جامد كده او بتمط شوية في الاكل، تبقى طرية كده وجوسي كده من جوة. وسبب كده برضو بيبقى هو الطاسة او الزيت لازم يبقى سخنين قوي. وده شكلها هو بعد ما استوى، وحطيتها في طبق وسبتها على جنب، وفتحت على الرز. الرز خلاص استوى وشكله حلو قوي ومعجنش معايا الحمد لله، طالع مظبوط قوي معايا. هشيل بقى كده كل البهارات الصحيحة دي علشان ما تضايقش اي حد وهو بياكل. ممكن لو انتوا حابين تسيبوها طبعا، ده اختياري يعني. بعد ما شلتها هو قلبت الزبيب فيها كله، هبدأ بقى اغرفها كده في الطبق. بصوا يا جماعة الرز طالع حلو ازاي ولونه ممتاز. لو انتوا حابين تغمقوه عن كده كمان، ممكن نزود القرفة ونكرمل السكر اكتر. ولو انتوا حابين لونه اللون ده زي ما عملتوا كده، السكر كان لونه يعني عسلي شوية، ببدأ بقى كده زينه بس بشوية بقدونس كده اخضر، وبرص الكبدة عليه. كبدة طلع كده طرية قوي وطعمها حلو جدا، والوصفة سهلة قوي، ما خدتش مني اي مجهود خالص، وتنفع بقى في عزومات رمضان. تبقى حاجة حلوة قوي، طعمها حلو ما بتاخدش مجهود، وريحته تحفة. وده شكله اهو بعد ما خلص، طالع حلو قوي يا جماعة، لازم تجربوه.
لو انتوا اول مرة تشرفوني في القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا اللايك. بصوا يا جماعة الرز طالع تحفة، وده اهو بصوا مستوي وكويس قوي، وكمان الزبيب اتنفخ شوية معايا كده، والكبدة اهي هقطعها بس كده عشان اوريها لكم من جوه، يعني لونها الوردي الحلو قوي ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.